المميز بانتخابات المجالس المحلية انه كل من المرشح والناخب اثنينهم يعرفون انه المجالس هاي مطالبة بتقديم الخدمة للمواطن، لانها تكون بالقرب من المواطن وعلى تماس بحياته ومعيشته، وتختلف عن انتخابات المجالس النيابية اللي تتدخل بيها السياسة والتوازن الوطني والقومية والتخندق الطائفي والقومي والتدخلات الخارجية واعتبارات ثانية. ولهذا نشوف المرشحين بحملاتهم الدعائية ما يحجون إلا بتقديم الخدمة وأن يكونون عند حسن ظن الجمهور اللي عانى معانا بالسنوات الماضية، وكذلك مواطنينا وطبقاتنا المثقفة. كل خطابهم هو عن الخدمات اللي راح يشوفوها من المرشحين أو المرشحات، ونادرا بل من المستحيل أن تشوف بهاي الانتخابات مواطن يحكي بغير الخدمة إلا إذا يكون بيليك وليك كل كبير. إلى متى؟ إلى متى تبقون تقاطعون بهالعقلية؟ استغلوا هاي الفرصة ورجعوا عدلوا الميزان. استغلوا هسه مقاطعة التيار الصدري مثل ما هم استغلوا مقاطعتنا سنة 2004 و2005 هاي الانتخابات. بلكي يجيك محافظ البغداد منك. أكو مقدرات، تعيينات، مناصب، استحقاقات، قيامة الله ثروات لازم أهلك يديروها. انتخب ولد منطقتك ولا تنتخب الناس اللي بقوائم ما تمثل منطقتك، ما تمثل مكونك، ما تمثل ناسك. أكو حكم طائف لازم يتصلح بالعراق ويتصلح بحالة وحدة من الكل يصير قوي. هنا أنا عمر فتح المنهول اللي بدماغه وطلع الحقد اللي بقلبه، قاله وأعلنها صراحة بدون لف ودوران، وده يقول لك اطلع 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 انتخب ابن مذهبك وابن المكون ماتك، بغض النظر عن سلوك المرشح هذا وبغض النظر عن ولاء وانتماء لهذا الوطن، حتى لو يكون ذابح الناس ومهجرهم وتاريخ حافل بالإرهاب. انتخبه انتخبه تخبئ واستغل الفرصة اللي الآخرين انطوها إليك بطبق من ذهب مقاطعتهم الانتخابات المجالس المحلية. وهو هذا اللي صار بالفعل، ولا شنو التفسير المناسب لهاي المشاركة المتدنية اللي بالشافعات وصلت لـ 41%؟ كانت هناك في بداية فتح صناديق الاقتراع والمحطات الانتخابية والمراكز الانتخابية كانت هناك نسبة متدنية، باعتبار أن اولا الاجواء بارده وكذلك كانت ضبابيه في الصباح الباكر. إيه هو هذا السبب الحقيقي، الضباب، وخاف الناخب من يمشي للمركز الانتخابي يعثر بطشه وينقلب، إيه او يجي مرشح ثاني وقصه بقصه ويطير البيشن مالته، باعتبار انه هاي اول مره الناس تشارك بهيك اجواء بارده. ما ادري الاخينا انه قبل كم سنه التفجيرات تشتغل النهار كله والناخب يدق رجل اللي يروح يمارس حقه الدستوري وينتخب الناس اللي راح تمثله وتحمي صوته. لا أخوي لا، أكو أسباب ثانية، والخبر اليوم بفلوس باسر ببلاش يصير بإذن الله. تكون طبعا بإذن الله ستكون المشاركة عالية لاعتبارات كثيرة، لأهمية الانتخابات واعتبارات أخرى. اليوم إن شاء الله تبين عبر إرادة الناخبين وسيكون الفوز ساحق بإذن الله. هاك استلم، وهاي أول رسالة من محمدنا. اجاكم ولا في شراويه مال بعث ولوم وزحمه، كان اجاكم بالبدله السفاره الرصاصيه ذكروها مثل بدله الرفاق مال ابو عروبه وابو عراق وابو وطن، او يجي بدله زيتون ومسدسه بحزامه مصدق روحه عبال الناس اللي بالرمادي تعبر عليهم هاي الكلاوات، ما يدري بيهم ابطال ابطاله وما ينتخبون هيك ناس، يعني احتمال باعلى تقدير باعلى تقدير تجيب لك 100 200 صوت لك. ذول اهل الرمال ليش سوالف انت؟ يلا ويقول لك ليش يشلع، يقول لك ليش يشلع محافظاتهم انهجمت هجيمه وليها سهلهم وناسهم معسكرات النزوح، وذولا طالعين يهوسون لسياده الزعيم القائد حفظه الله ورعاه. لا واللي قلت لك نفس ذولا اللي شفتوهم يهوسون ويصفقون نشوفهم مره فتره يسبون المسؤول اللي ضربهم بورو وعلق لهم مغذي وكل شيء ما شافوا منه. هاي النفاخة شفتوها شلون كانت بدايتها وشفتوها بعد النفخ، كانت صغيرة وأنا اللي كبرتها، أنا اللي نفختها وأنا اللي صنعتها.
أني اللي ساهمت بإعطائها الحجم والمكانة، وأني بنفسي اللي طقيتها ورجعتها لحجمها ومكانها الصحيح. يا سلام، والله حكمة. طبعا هنا قناة دجلة أبد ما تقصد بها النفاق الفارغ الحلبوسي اللي من كان رئيس برلمان يكسر ظهره وينزع ستره طلع لجمال الكربولي ببرنامج ينحر. هاي السنة بيش راح ينزل له المزورون أزين شاربة. هاي الطريقة مو غريبة علينا، بيش يذكرنا. صدام صدام خلينا طول العراق وصلت قاع. فقالوا لي ليش نعطيك وصلت قاع وتجينا؟ احنا نجيك بس شو هم دخلوا منا؟ اخو هدله صب خشمك وطمش بحفره. يا خسرت الصوره اللي انا معلقها لك في القهوه صدام. بينما ابوري كان اكيد يختلف وحكايته وحده لين متر بطيصل بحفره او سقط في الحفره التي حفرها لاخوته. لا ما دام الحفره صارت ماركه مسجله حتى ما انتهي المفروض دور الطباعه سوينا كتاب نسميه ازلام الحفره. بس الظاهر والله اعلم حفره الحلبوسه غميجه، دليل الداخليه اللي حقت واحد الالمانية ما زور ولا اختلس، لا لا مجرد باللايف طلع يرقص داك. اعلنت لجنه المحتوى الهابط في وزاره الداخليه اعتقال واحد اسمه فرانكو كان بالخارج، ذولا محتوى هابط على حد وصف هذا فرانكو والله ما اعرفه. قبل لا ادخل البرنامج بحوشت عادي باليوتيوب وشفته يقول انا كل بث مباشر احصل 1500 دولار. شنو ابويا انت العلامه ابو بجامه مثلا؟ شنو انت العبقري؟ انت استاذ؟ ايه لا عاد ايش عبالك، هو هذا واقعنا مع الاسف. طالب الماجستير والدكتوراه على الرصيف ينتظرون تعيين لو عقد ب 600 الف دينار، وفرانكو حس حس باقل لا بيطلعون 3-4 ملايين، واحنا هنا ابد ما جاي نرسخ فكرة دعم كفاءة المحتوى الفارغ وتفضيله على الكفاءات العلمية أبداً، لأن هذا اللي دا يصير اليوم ما يعتبر مقياس لنجاح الإنسان، بدليل أنه المجتمع يحترم حامل ماجستير عاطل لو خريج بكالوريوس يشتغل صانع بأسواق أكثر من اللي هذا اسمه فرانكو لو حس حس. حسا ممكن يجيك واحد يقول لك لا اليوم بجيبك دينار تسوى دينار، أوكي أجي وياك، وافترض عندك كومة فلوس وبيتك أكبر من حديقة الزوراء، بس الناس بيناتهم يتهامزون ويتلامزون عليك يقولون مو هذا المزور الكلاوتشي؟ مو انت، مو انت، وخر 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 هسه، مو انت هسه، مو قلت لك مو يمك، روح 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 هسه. ممكن بفلوسك تقدر تخلي الناس تصفق لك وتشعر بحياتك، بس ما تقدر تمنعهم ويأشرون عليك بظهرك ويقولون هذا مو الحرامي عمي، مو انت، مو عليك، مو عليك، وخر وخر لو اللي بعب بطني مع وخر روح روح. يجوز بسبب فلوسك يخلوك فريضة لا ويصيحوا لك شيخ، بس من يطلعون منك يقولون هذا مو ابو الكومشينات الفاسد. يا معود يا معود ما تقول لي تكلم، مو يمك، مو الك، مو الك، لان انت تعتبر رمز من رموز محاربة الفساد اصلا. الفساد الإداري والمالي ينخر مفاصل كثيرة في محافظة الأنبار، وسنتصدى لهذا الملف بكل قوة. الله عليك، ولن نترك هذا الملف دون أن نجد له علاج ونجد له حلول. والله عاد أنت أكثر شغلة اشتهرت بيها الفساد وطرق مكافحتي، وخصوصا محافظة الأنبار بحيث علمتهم ما يسلمون المنصب لأي شخص إلا إذا تأكدوا منه 100% نزيه مثلك. مثلك بالضبط. شنو بعد؟ ها ونظيف، شلون انت نظيف وما عليه شبهة فساد وحدة او جنحة مخلة بشرف مثل اللي عليك؟ ولو يعرضون عليه كنوز الدنيا ما تدني نفسه عليها، وهذا واضح من خلال الشخصيات اللي اختارتها لقيادة الدوائر الخدمية والبلدية والصحية للمحافظة، ومعاون محافظ الأنبار جاسم العسل خير دليل على كلامنا هذا. دهك المعاون الفني لمحافظ الأنبار جاسم العسل. اليوم إذا تيجي على شخصية جاسم العسل، يعني هو كان فقير بيوته
روح شوف املاكه. نادي انت تعرف نادي الجولان ذكر يونس محمود قبل اربع ايام خمس ايام بفنادق بثلاث ملاعب كبيره. ويقول يقول بغداد ما بيها هذه ما بيها هذا المجمع، دار استراحات، بيوت على النهر الفرات، مزارع، هذه كلها باسم جاسم العسل. منين جاسم العسل جابه؟ وهو قبل بال 2004 2005 عنده باسكل. اذا ترجع على اساسه فهو اليد اليمنى للحلبوسي في الانبار. زين هو عيب يعني؟ عيب الانسان يجتهد ويثابر ويشتغل شفتين، الصبح معاون محافظ وبالليل سكرتير للحلبوسي، واللي قدر من خلالها ينتقل من مرحله الباسكل لطبقه الملياردير وبالحلال. لا ليش غريبه يعني؟ لو ما صار قبل ليش خميس الخنجر؟ ايش كان شيخ خميس الخنجر؟ انا اعتبره الاب والمرجع والراعي. الراعي بحيث يوم من الايام شاف واحد من المعلمين اللي كانوا يدرسوه بالابتدائيه وقال له هاي قاعد ترعى بالغنم، عقلك عقل الغنم. وروح شوفه هسه مطاعمه ومدارسه وقنوات الفضائيه ماليه تركيا خمسه وكلها بالحلال، لان مستحيل تلقى شخص يعرف مصدر امواله جاي من شغله حرام ومع ذلك يبقى يشتغل بيها. البعض من يقول الغنى حلال، انت ماذا تقول؟ لا حلال ولا حرام؟ لا هو الغنى حرام. حرام؟ اي اوف ايش عبالك؟ واذا الشخص يشاهدنا حاليا يقول لك وش وقت التوب من الحرام ولا ما ناوي التوب؟ ان شاء الله نتوب. ليش نزار؟ ليش يتوب؟ يتوب يعني بطل غنى. خسر سياده بالانتخابات. حب شيخ خميس ينسم حتى ينسى يسمع موشح حسين الياخندي. والله ما لك واحد يدك روحك. تخيل نزار جايب رعد الناصري يفاتحه بالتوبه ونشر الدعوه على بقيه المطربين من خلال برنامج نفحات قدسيه. مولاي والفنان رعد الناصري متجاوب وياه ويقول له ان شاء الله نتوب، يعني باب التوبه مفتوح 24 ساعه. واذا كان بس حكي وماخذك على قد عقلك وما تاب فلا تخاف منه، انت خوفك من واحد يعرف الحلال ويعرف الحرام والناس يصلوا وراه ويروج القشقشي مهرب داك. طالبوا اخواننا يساندون قائمه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا هو وصيه قائدنا السيد المسعود البرزاني. هذا المفروض تجيبه وبكل هدوء وبنفس الطرق الدستورية اللي يستعملها الأسايش ويا الموظفين اللي يطالبون برواتبهم وتفهمه وتهدي للصراط المستقيم بروح أمتنا. لأن هذا الشيخ ممكن تشوفه بالشارع بالتلفزيون بالجامع، بس رعد الناصري إذا أنت مو أبو كيف وملهى فمستحيل تشوفه. رب سأل يسأل إيش حاجة بتغني بالملهى؟ شاوين تغني؟ ماكو غير الملاهي. الله شوف عمق السؤال. صدق ليش تغني بالملهى؟ ايش عجب ما شفنا لك اغنيه ويا الفرقه السيمفونيه العراقيه او دار الاوبرا المصريه؟ اكفر كفره هسه يقول ليش تكفر؟ نزار كل مكان وإلى ناسه، يعني هسه يصير نخلي مثنى السامرائي بلجنه النزاهه؟ لا هو اصلا كانت لجنه النزاهه يصير في يصير نجيب واحد حكي كله في شارع وتايه تلقيه بالملاهي وتصدره للناس اعلامي وتقول له اسال اللي عجبك. احنا هذا البرنامج تمام ما نسال اسئله سخيفه ولا نسال نتدخل بحياه الضيف الشخصيه. وانت ليش اخذت على نفسك؟ احنا دا نحكي على اللي انتيهم اللي لقيهم بالملاهي، واذا هو ما راح لهم يدز عليهم برنامجه. وانت ما لا الواحد بخوا يبكي في يومه. لحظة وين نزار خليجي يشوف الإعلام الحقيقي والمقدمين الرائعين اللي برامجهم وصلت العالمية ودخلت بيوت الناس كلها من قد رصانة والمحتوى الهادف الموجود بيها واللي خلت العائلة العراقية والعربية تنتظر تشوف برامجهم على حر من الجمر. صح بين حلقة وحلقة يجيب راقصة لو مطربة ملها، بس أسئلته إلهم كلها أكاديمية ومن باب النصح. يقولون الكاولية يملكون صوت مو طبيعي، انت كاولية؟
لا والله نجم بيتك ابو مصلحه. انت تبرزين عضلاتك بصوتك على المسرح لو بجسمك. الله يطيح حظك. ايش قد يزحفولك هاي؟ بس انتو الزعاطيط عيونكم الزلزل على النسوان. طبعا حلو زحفوله. انا روحه كبيره بقى. شفت الخبره ايش قد تلعب دور؟ بحيث قحطان حافظ كل سوالف الكاولية والملاهي اللي بأربيل والمناطق المحيطة، وماكو كاولية أو بنت ليل إذا ما يعرفها ويعرف تاريخها، وهاي من أهم مزايا الإعلام الناجح عند مسرور البرزان، لأن يعتمد عنصر المفاجأة والمباغتة ضيوفه وبدون ما يتدخل بحياتهم الشخصية مثل غير أو يوجه لهم أسئلة محرجة وأسئلة سخيفة مثل غيره. الفيديو مال أبو التيشيرت الوردي أو البرتقالي، يعني ضعيف بالألوان. صح. هذا فيديو انت مصورته. صح، اني مصورته رجلي بالدوام. طلب من عندي هذا الشيء ودزيت ياله. اني ما كنت دازته صاحبي. لا تبكين، انت قويه لا تبكي. احب اقول الى وزير الدفاع عندك بالوزاره ينشرب بالناس هيك بهالفيديوهات هاي. تخيل احنا شلون حاطين ايدينا وارواحنا بيد هيك ناس. تخيل انه هذا ابو ما حاسبه، المفروض يصون عرضها، المفروض هو الزواج حتى يستر عليها مو حتى يفضح عرضها. كافي كافي قحطان كافي، كسرت قلبي كافي كسرت قلبي. اوقف خلي اعبر عن حزني. والله لو انا من وزير الدفاع الا الزم هذا رجلها وعلقه بالمعلق. هي عائله محتشمه تسلمك نفسها والثق بيك، هيك تفضحها وتنشر مقاطعها مواقع التواصل الاجتماعي؟ غيره ما عندك؟ خوات تخاف عليها ما عندك؟ اكو واحد عنده هيك حرمه مستوره كافيه خيرها شرها وباب البيت ما تندله؟ هيك يفضحها ويشوه سمعتها. فشكرا للزميل الاعلامي قحطان اللي طلع يداعب حقها حتى يستر عليها. يعني هو رجلها اللي هو رجلها ما ستر عليها. يستر عليها قحطان؟ طف الكاميرا. هاي مثل سالفة مصفى بيجي اللي كان بين يوم ويوم يطلع يقول مصفى بيجي منو باقة؟ بالأخير طلع مصفى بيجي بربيل. المهم سالف إنه شنو فائدة المجتمع من استضافة أم اللول؟ أكيد مو حتى تستر عليها. داش تستر. وبما انه كل حلقاتك هادفه، هدف هاي الحلقه شنو؟ الناس ما يعرفون، الناس يشوفوكم متونسات وتضحكن وتبتسمن بوجه الناس الحاضرين، فما يعرفون انه انتم تعبانين. شكرا للسيد مسرور البرزاني على هاي القناة اللي تركت رواتب الموظفين اللي صارت 3 أشهر متأخرة، وأزمة البنزين والأدوية بأربيل والقوات التركية اللي محتلة نص دهوك، حتى تسلط الضوء على معاناة راقصات الملاهي وبنات الليل بالقرية اللبنانية. وشنو أبرز المشاكل اللي تواجه؟ أم اللول بالنادي الليلي ايش قد ينطوك؟ أنا بالنادي يوميتي ورقة. ورقة؟ هذا التعب والسهر الليل كله مهدود حيلك وتالي تحصلين لك ورقة؟ أنا أعرف ناس تطلع ترقص ساعة باليوم ويوميتها مو أقل من 5 ورقات. ليش هذا الطحن بالزملاء؟ مو يمك يا معود، مو يمك، ها شكل يوم ها شو كلها فهمتني غلط عشان أنت ريتك سليمة باشا. والله يا أم اللول الصراحة أنا كلش أتعاطف وياك وكنت أتمنى أساعدك، ولو أنا متأكد زميلي قحطان ما راح يقصر بهاي الأمور، يعجبك وتقدرين تخليه عدي مناك. انه اذا القانون ما اخذ حقك، انت رفعتي عليه دعوه لو لا؟ اي نعم. اذا القانون ما اخذ حقك والله العظيم هذا المنبر الك. كفو منك كفو منك قحطان وهاي المرجيه، مو قلت لك بس تخليه تنخيه تلقيه قدامك وما يعوفك الا اخذ حقك ويكون لعلمك منبرا براس لكل مظلوم من امثال عسل بغدادي، عنود الاسمر، عسل حسام، أم فهد، العائلة الحاكمة بإقليم كردستان، داج. شوف كلمة كاك آرين إذا تركز بيها عنده منصب كاك مسعود برزاني شيريد، دا يقول له الجدة، دا يقول له
انه يا من اخترت صعود الجبال يسموه الزعيم. تعال شوف مسرور برزاني لما انده يحتفل بحكوماته على انجازاته. امسحوا للشيخ آرين، هذول الناس اللي يريدون يسوون دولة. هذه الرسالة منين؟ من السيد مسعود البرزاني. آرين يريد يسوي دولة. هاي حكومة اقليم كردستان ده تحتفل بانجازاتها. شوف الناس اللي تريد تبني دولة، كاك مسعود هيجي كاك مسعود، وهم ما يقدرون يخطون خطوة اذا ما يرجعوا له. ومسعود لو مسرور ما يخطون خطوة وما يدخلون للتواليت اذا ما يرجعوا له. شرفكم لو ما منبر قحطان، اكو واحد يعرف كلاوات انجازات البرزاني؟ لو ماكو اعلام يسحن نفسه على عائلة مسعود برزاني، اكو واحد يعرف منو آرين ومنو مسرور ومنو منصور ومنو بحر؟ هو هذا التلاحم وهاي القوة بهاي العائلة العظيمة اللي كل قوة الشر هذه تتفتتها وتفرخها بس فشلت واندحرت امام اتحادها وتكاتفها وتعاضدها، عكس هواي كيانات وحركات سياسية انهارت مع اقل نفخة واجهتها. هاك هذا واحد. نعلن انسحابنا من تنظيمات ليث الدليمي، ونعلن انضمامنا لتنظيمات الأستاذ علاء الدليمي مرشح حزب تقدم بلا منافس. نعلن وبعد مشاورات ومناقشات معمقة انسحابنا من تنظيمات النائب السابق ليث الدليمي، قررنا الانضمام إلى تنظيمات حزب تقدم. أعلن انسحابي من الترشيح والخوض في الانتخابات، وأعلن تأييدي بعد دراسة معمقة المشروع الانتخابي للأخ المرشح عن تحالف تقدم. أي شكوا بيها؟ من حق الناخب يختار القائمة اللي تخدمه وتخدم مصالحه، وخصوصا إذا كانت القائمة من القوائم النزيهة والمعروفة بولاء قياداتها للعراق مثل حزب تقدم. طاف غيري مو أني مو أنا. وخصوصا أنه رئيس الحزب إنسان مهذب ويحترم جماهير المحافظة كلها، وما سمعناه في يوم متجاوز على شيخ أو وصفهم كلمات نابية أو غير لائقة. ويجي واحد مو بس ينتخبوه إنما يخلوه بعيونهم ويشيلوه على رؤوسهم. لو محمد الحلفوز يجي يتجاوز علينا، أنا على أبوه لو من يطلع له، لو من يقف له حكومة ولا عرب. لا 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 شيخ هذا الحكي ما نقبله منك، ومو صحيح تقوله بحق زعامة سياسية وشخصية محترمة مثل الأستاذ محمد الحلبوسي اللي بيوم من الأيام اشتغل رئيس أعلى سلطة تشريعية. صح هو غلط عليكم ووصف قياداتكم بالبعورة، وصح هددكم ويسوقكم بالمقيار، بس ما توقعناها تطلع منك ومن عشيرتك. نقف اليوم لنستهجن ونستغرب التهم والتصريحات والألفاظ النابية التي أطلقها عبد الكريم يوسف العسل، والتي مست الأستاذ محمد ريكان الحلبوسي. نطالب عبد الكريم العسل بالاعتذار عما فعله من إساءة وكلام بذيء. الطالبون من الشيخ عبد الكريم عسل يعتذر من الحلبوسي اللي قال عليكم ذولا بعورة، ذولا عارات، ذولا عارات. وهاي هنا ما حد طلع اعترض على تجاوز الحلبوسي وغلط عليهم. هو ما يقدر يحكي غير هالحكي، عارف هو هذا الحكي موجه بي للأسف. واحد سأله قال له أنت ليش تصيرون خرفان بالنص؟ قال له والله أنا أول واحد خروف وأنا ماع بالنص. هيك إيش قال؟ إيش قال؟ ماع. لا خرفان شنو؟ ترى أنت جاي تمس شيوخ عشار إلها شنة ورنة، شيوخ الدنيا كلها تأخذ لها تحية إذا واحد جاب طاريها لو ذكر أسمائها. وكنا شفنا مواقفهم الرائعة من الدولة ومن العملية السياسية، وأيضا شفنا رفضهم لنهج وفكرهم المتطرف. دعك قيام قوة أمنية بمداهمة مكتب وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الإرهاب، فها هم سكان الأنبار بغرب العراق ينتفضون استجابة لنداء مجلس المحافظة لإعلان العصيان المدني. يشاركون في الاجتماع على فرض الاعتصام المكرهين حسب تأكيد النائبة عن محافظة الأنبار لقاء وردي، نداء بإطلاق سراح النائب العلواني وتلبية مطالب المعتصمين في المحافظات. الشور الأول هو إطلاق سراح الدكتور أحمد العلواني. هذا اليوم مع التجمع العشائري وتجمع المنظمات وتجمع أهالي محافظة الأنبار نصرة لقضية الأستاذ ليث الدليمي، وكل عشائر الديم اليوم أصرت أن يم إطلاق سراح
الأخ ابن العم ليث الدليمي. اي وبعدين ايش حصلتوا من رافع العيساوي لو احمد العلواني لو صدام حسين غير البهذله وهجمان بيوتكم ومناطقكم؟ هي هاي النتيجه لكل واحد يسمح للفكر متطرف او جماعات تتحكم بيه وتغسل دماغه. وهم يا ريت اللي ورطوكم شافوا اللي شفتوه وضاقوا المر اللي ضقتوه، انما بس طقت الطقه قفروها عدل لتركيا وخلوكم انتم تعانون الامرين. والله اللي يعلم ايش قد اكو ناس تضررت وايش قد اكو عوائل تكت حرماتها بسبب استعجالكم وتهاوركم. داك ابن شهيد بالاسود تجون توقفون راتبه ليش؟ عندي خمس بنات يا اما احط لهم حمره ومكياج وادسهم على المكتسبين على عزيز وعلى غيره تتحمر وتتمكياج، تجيب لي معامله تزوير وتجيب لي فروقات وتجيب لي سياره تطلب بيها وتقعدني ببيت وما ادفع ايجار. هذول البنات اذا اريد اطلعهم بناتي بس انا ما لا ان شاء الله ما خدت صلبه انا خليكم تطلعون حقي. اجيب بنات خمس بنات يما الله يستر على بناتك. كل ما يروحون والله العظيم يجون بكسر ارقام اربع بنات والله العظيم ويجون يشمروها علي بناتك. كل ما راجع مؤسسه الشهداء يعطوني ثلاث اربع ارقام بناتك يعطوني ارقام مؤسسه الشهداء. اي والله لكم انتم عندكم شرف ولكم عندكم غيره. هسه شرف ما عندكم، غيره ما عندكم. اخواتكم العراقيات ولكم اهل المضايف ولكم اهل الدلال ولكم اهل الغيره. الشم جربوع بلا شرف يسوي بنساء الانبار هيك. ليش هو منو وصل المحافظه وعوائلها وبناتها لهذا الوضع المزري غير اهل الدلال والمضايف؟ منو طب وناصرهم وازرهم وخلاهم يباتون بوظيفه غير ابو الفنجان والدله؟ امي تدرين ليش قطعوا راتب ابنك؟ لان اكل احق منك بهذا الراتب. دهالش هذه فاطمه الفراجي، هاي مديره مكتب انس. تمام، مديره مكتب انس ابو التقاعد. مديره مكتب انس ابو التقاعد. نعم. هذه هاي الشخصيه طبعا هم شوف حزب التقدم يستخدم النساء اكثر شيء لان عندنا شيء شغله فاطمه الفراجي كانت مديره مكتب انس وهي كانت تاخذ من العالم نصف الفروقات وتسوي هويات مزوره مو هاي نعم مسويه لها راتب وهي موظفه داخل التقاعد ومسويه لاخوتها ومسويه لاخوتها رواتب ومسويه لابوها اللي ميت رواتب. شوف شلون كان يدير الحلبوسي والتقاعد الانبار. اكو سياره واحد كامش نصخمص وواحد شاد حزامه، هذا منو؟ نعم اخو فاطمه وبن عم فاطمه محمد. لا بس لا هذا ابو رشاشه. ابو رشاشه هذا محمد. طيب هذا الثاني وهذا الثاني اللي وياها حطيت لك ردة. هذا الثاني اكو وراهم منظر وقاعدين ومسدس وجهاز وقاعدين على ميز نعم واحد شال صاروخ. هو هذا هي هذا اخوها الثاني امين اسمه. شو اسمه؟ امين اي. فدكتور وهذول الموجودين كلهم ولد عمها اللح اللي هم وكلهم ذولا مصابين وذولا كلهم مصابين. يعني ذولا تنظيم القاعدة داعش جاي يشوفهم. نعم تنظيم داعش معروفين بالرمادي، الرمادي كلها تعرفهم. ايه من ضحايا الارهاب هم ارهابيين. دي الله هاي هلا مذبحين الناس كلها ومهجريهم من بيوتهم وتشتغل سمسيرة التقدم واخوانها كلها امراء بداعش والقاعدة ورواتبهم تجيهم على دائرة مليم وكلهم متعينين بوظائف حكومية. والشريفة وبنت الأجاويد اللي انطت ابنها فدوة لوطنها يساوموها على شرفها وشرف بناتها. خلي يسمعون أهل الدلال وأهل المضايف، خلي يسمع الحلبوسي حامل حمية هو والمحافظ علي فرحان اللي سووه براسنا محمد بن راشد مو علي فرحان. عمل المحافظين والمدراء العامين وحتى الوزراء تقدر تقيم نفسك وين تشوف نفسك بيا مرتبة من التقييم دكتور؟ والله ما يعني بالتقييم الاخير قالوا لي انت اول بعد الاول. ايه نتمنى لك التوفيق. لا انت مو بس اول على المحافظات العراقيه، انا سمعت بشركه افلام امريكيه فاتحه ومدير اعمالك لانتاج فيلم وثائقي
يحكي عن سيرتك الذاتية وإنجازاتك اللي حيرت العالم كله. وليه هسه ما يدرون شلون بهاي الفترة القصيرة قدرت تحول الرمادي من مدينة بائسة إلى مدينة تنافس أكبر المدن الأوروبية. وحسب ما سمعت وتأكدت من الخبر مخليك بقائمة أفضل 10 محافظين بالعالم، وأنت لو بالمركز الثاني لو بالمركز الثالث بهاي القائمة من بعد حاكم دبي. أنا عبار الله يرضى عليك، تعال سنة أنا أجيب لك شي صغير أقوم أطلع كله جري وسمك الله وكيلك. حيث غرقت أحياء الرمادي وضواحيها صدمة كبيرة تفاجأ بها المواطن الأنباري الذي سمع المطر ليلا وعند ظهور الضوء الأول للنهار. كانت المفاجأة أن المدينة أصبحت بحيرات. الرمادي أهل العراق أهل المحافظات العالم كله مخشوش بيها أخي، مجرد تجميل زرق ورق، شنو ذنبنا إحنا؟ هاي النافورة ترقص وهاي كيفين بيها، وإحنا جاي نرقص هنا طايفين إحنا، تعال شوفنا دا نرقص هنا. ويطلع لك المسؤول بالتلفزيون يقول لك والله سوينا لك إياها دبي. عمي هاي دبي؟ دبي ولا موبي. بس للأمانة المحافظ علي فرحان حشاركم الصدق وما تشذب عليكم، من قلكم أسوي لكم الرمادي مثل دبي، واللي ما يصدق خلي يروح يشوف دبي سوي لكم إياها طبق الأصل. داك هاي دبي بس مطرة صارت مسبح، لا حد يقول دبي أحسن من غيرها أو أرقى دبي. باوع محمد وجه الكاميرا شوف باوع، حتى الرصيف ضايع. يا هاي دبي بالعافية عليهم. الله شوف المعجزة، ما قدر يسوي لكم الأنبار مثل دبي، شاءت الأقدار وصارت دبي مثل الأنبار. يعني شو يسوي لكم الرجل أكثر من هذا اللي سوى لكم إياه؟ حتى شوارعكم صارت مثل شوارع دبي، وليل نهار يركض الخاطر استقرالكم ورفاهيتكم. وأنا لو منكم بكل منطقة سوية تمثال أو أتعاقد ويا مطرب عراقي يغني لأغنية وأخلي أهل الغاز النهار كله فاتحيها حتى تعرفون إيش قد هذا الرجل يحبكم ويسر على راحتكم. يريد يشتغل يشتغل، تعلموا من تجربة الأنبار. ذاك محافظ الأنبار الدكتور علي فرحان دليمي من لا شيء سوى شيء أحياها. الآن أنا والله شفت فيديو قلت بسم الله وما شاء الله، خلي يشوفوا بقية المحافظين، خلي يشوفوا بقية الإداريين محافظات، خلي يشوفوا الوزراء. دكتور علي فرحان الدليمي والله يا عمي سبع والوياه سبع جاي يشتغلون وجاي يبنون، والله ابنوا هاي هاي عليش قبل احنا نقول بس دبي. لا عمي لا عمي، اهل الانبار والله اللي يسوي كيها احلى من دبي. عافيه انور، عافيه، عاشت ايدك، عافيه. وهاي دعوه من اسره البرنامج لكل من وزيري التربيه والتعليم العالي. بطبع كتابي يتضمن منجزات محافظ الرمادي علي فرحان واسميه دواء الضمان في سيره علي فرحان، وعممه على كل طلبه المدارس والكليات، وحتى ادخله بالامتحانات الوزاريه، واللي ينجح بي ويتفوق أخلي تعيينه مركزي أو أستثنيه من ضوابط التعيين الاتحادية، لأن الرجل هذا أسطورة ما شاء الله عليه وعنده عقلية جبارة. وكذلك المفروض القنوات الفضائية تخصص برامج يومية لعرض إنجازاته وتغطيتها، بلكن المحافظين البقية شوي يغارون منه ويسوون ربع إنجازاته. مع أولى زخات المطر غرقت شوارع مدن الأنبار وأضحت بركا مائية أعاقت حركة المارة والعجلات في مشهد متكرر مع كل منخفض جوي في وقت انتقد فيه أهالي الأنبار ما أسموه بزيف المشاريع الخدمية وتفشي الفساد في أغلب تلك المشاريع والعقود الخدمية. وانتقد أهالي منطقة الصوفية في الرمادي تلكؤ المشاريع الحكومية لا سيما الخدمية منها، وانشغال ساسة المحافظة بمشاريع الأعمار في مناطق معينة وإهمال مناطق أخرى على حساب معاناة المواطنين، وألا تقتصر مشاريع إكساء الشوارع وشبكات الصرف الصحي على الموسم الانتخابي من أجل تحقيق مكاسب سياسية. طبعا اللي تابع قناة الفلوجة لو يصير بي صرع لانفصام بالشخصية، بحيث أنور الحمداني مسوي على فرحان الرجل الخارق ورجل الدخان والمطر، ونشرت الأخبار اللي تطلع ورا برنامج أنور الحمداني مطلع علي فرحان من طيب وأنه كل إنجازاته كرتونية. لا هسه من صدق تاهت علينا وما نعرف وين الصدق وين الكذب، لان ناس مسويه الرمادي سنغافوره من قد الاعمار اللي بيها، وناس مسويتها قطع. والله باذن الله تعالى بال 2025 ما راح تطبون للانبار الا فيزا، هذا مو نصر، وفعلا ان شاء الله باذن الله تعالى احنا طامحين
بين الانبار احنا مو تقسيم، التقسيم ما نريده ولا نقبل به. سالم رئيس البرلمان قالوا له، قالوا له شو تقول اذا انفرض عليكم الاقليم والاقليم؟ قال لهم احنا ما رايدينه بس واحد من هذول. والله حجي انا برايي لو تشتري لك كي حمل ترشع عصير وتربيع على المحلات لين بيك موهبه توزيع ما حد مكتشفها. بعدين اذا سويتها فيزا وقامه تصير الرمادي مثل اربيل لا سامح الله، وكل مناطقها تنترس بارات وبنات ليل وملاهي، وانتم محافظه عشائريه معروفه بالتزامها الديني والاجتماعي وزحمه كل شيء، شوف ملها ونادي ليلي بمنطقه من مناطق الرمادي واخفون. يعني من تنترس الانبار الان ملاهي مثلا ونوادي، يصير هذا الانبار صار بها ملاهي؟ طبعا ملاهي درجه اولى داخل الانبار، داخل الرمادي قريب على باب المحافظه. الرمادي، الرمادي مدينة الخمس ملايين مذنة وعشر ملايين جامع، البارات والملاهي والكبسلة والمخدرات معشعة شبيهة، بس مهمون من اللي يدنس مدينة المساجد بهاي الملاهي؟ شلون انطتكم قلوبكم وخليتوا هاي الأماكن الموبوعة بمدينتكم المشهورة بمساجدها ومؤسساتها الدينية؟ اسمحي لي يا أخي، والله جوامع مول العبادة. لا شنو الجوامع دني رفع ضريبة. شلون؟ عن التجار، اي تاجر بزمان صدام حسين عليه ضريبه قويه، يبني له جامع مليونين بوقتها، يشيلون عنه ضريبه 30 مليون. هاي القضيه وما بيها ولا لا للعباده ولا لكل شيء، ويوم جامع انترس. لا لا شيخ الله يخليك، شيخ حميد هذا الحكي ما مقبول منك، المساجد مو للعباده شنو؟ لا عاد شنو قابل مسويها حتى يكفرون المذاهب الاخرى بيها؟ لو قابل يذبحون القوات الامنيه على منابرها؟ لو قابل يثيرون الأفكار المتطرفة بيها؟ لو قابل يستخدموها كمضافات لإيواء الانتحاريين العرب والأجانب لا سامح الله؟ لو قابل حاطيها على مود يجي واحد يختصب الأطفال من خلالها؟ 845. الحمد لله انتهت انتخابات مجالس المحافظات بخير وسلامة، وانتهت وياها مخاوفنا وحذرنا وترقبنا لا يجي عابث يخربها ويلوصها، مع أنه المشاركة ما كانت اللي ببالنا ولا كنا متوقعينها تكون بهاي النسبة الضئيلة، بس بالنهاية نجحنا نمرر التجربة الديمقراطية بكل سلاسة وشفافية، وكلكم شفتوا التحضيرات وشفتوا النتائج. والصراحة ورغم هاي المشاركة وهاي النتائج الخجولة، بس بالنهاية ما راح تأثر ولا راح تشكل خطر حقيقي على الديمقراطية الناشئة ببلدنا. إنما الخطر الحقيقي لما تتكرر هاي المشاركة المتدنية بانتخابات البرلمان العراقي، وننطي الفرصة للسراق والحرامية وقطاع الطرق يصعدون ويسلقون للمجلس النيابي بأموال السحت والحرام اللي سرقوها من عندنا، وهنا راح تكون البداية لنهاية الديمقراطية اللي ياما وياما ضحينا لأجلها وانطينا دماء في سبيلها. ومن تصير هاي الكارثة لا قدر الله، بعد مو من حق أي أحد يقاطع الانتخابات أن يشتكي من القهر والقمع سنين طويلة من الظلم والديكتاتورية. صباحنا على خير.